الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والمكثف أثر الضريبة، مقدار معين من الضريبة على الطلب على سلعة ما. The effect of a tax on the demand for a commodity. أرجو أن يكون فيه الفائدة لكم جميعا أحبتي حيثما كنتم، وعلى بركة الله نبدأ. بينا في مقطع سابق أثر الدعم الذي تقدمه جهة ما مثل الحكومة على سعر سلعة ما، دعم تدعم هذا السعر، كأن نقول مثلا سلعة القمح أو الخبز أو أي مادة غذائية عادة بتكون ضرورية. فقدمنا وبينا أثر ذلك على التوازن النهائي. في هذا المقطع كما ذكرت سابقا سأبين إن شاء الله تعالى أثر قيام الحكومة بفرض ضريبة بمقدار معين على السلعة، على كل وحدة من الوحدات التي ينتجها أو تنتجها المنشأة وتبيعها، أثر ذلك على الطلب على السلعة محل البحث. من الطبيعي هنا، أرجو التركيز على هذه الجملة هنا، العبارة هذه، من الطبيعي أن تؤثر الضريبة على الطلب على السلعة، لكن مدى الأثر أو قوة الأثر يعتمدان على ما يسمى مرونة الطلب السعرية، أو ما يسمى price elasticity of demand. هنا للسلعة طبعا محل البحث، فكلما ارتفعت مرونة الطلب السعري للسلعة انخفضت قدرة المنتج العارض البائع المزود والسبلاير، انخفضت قدرته على إزاحة الضريبة إلى كاهل المستهلك. وكلما انخفضت مرونة الطلب السعري ارتفعت قدرة المنتج على إزاحة عبء الضريبة إلى كاهل المستهلك. طبعا هي علاقة عكسية مثل ما يبين الشكلان الآتيان. الآن هذا عندي الشكل الأول، نفترض أنه مرونة الطلب عالي على المحور الأفقي الكمية المطلوبة والمعروضة، على المحور العمودي سعر الكميات المطلوبة والمعروضة. هنا منحنى الطلب دي هذا الأخضر، لاحظوا الميل تبعه منخفض جدا، وبالتالي المرونة بتكون عالية جدا. وهذا منحنى العرض الأول السب 1. الآن التوازن يحصل عند التقاء منحنى الطلب ومنحنى العرض عند هذه النقطة، وبالتالي تتكون أو يتشكل الزوج المرتب كيو صب 1 اللي هي الكمية التوازنية الأولى والسعر التوازن الأول. الآن لنفترض بأن الحكومة فرضت ضريبة ما أدى إلى زيادة ما يسمى بالكلفة الحدية أو المارجنال كوست على المنتج، فسيؤدي ذلك إزاحة تامة إلى الخلف إلى الوراء في منحنى العرض من S1 إلى S2. نقطة التقاطع لاحظوا لي هي عند هذه النقطة، فيترتب على ذلك نشوء الزوج المرتب Q sub T لكمية توازنية الثانية الأقل من Q1 والسعر P2 التوازن الجديد. لاحظوا هنا هذه المسافة من هنا إلى هنا أعلى من المسافة من هنا إلى هنا، نتيجة لأنه المرونة مرتفعة، بمعنى آخر أن المنتج لم يتمكن من رفع السعر إلا بمقدار ضئيل، مع أنه الكمية التوازنية خفضت من Q1 إلى Q2 نسبيا عالية. دعنا نقارن مع هذه مرونة الطلب السعرية عالية نسبيا، دعنا نقارن هذه الحالة بحالة يكون مرونة الطلب السعرية منخفضة، هنا Q على المحور الأفق كميات مطلوبة ومعروضة، سعر أسعار كميات مطلوبة ومعروضة على المحور العمودي، هنا منحنى الطلب دي، لاحظوا لي منحنى العرض، فاخترنا طبعا هذا الشكل أن المرونة منخفضة. عندي S1 الآن نتيجة طبعا هنا التوازن بترتب عليه نشوء الزوج المرتب Q1 وP1. فعندما الآن تقوم الحكومة بفرض ضريبة على هذه السلعة، يقوم المنتج بإزاحة يعني نسبة عالية من الضريبة على كاهل أو إلى كاهل المستهلك. لاحظوا الآن لنفترض الآن انتقال تم من S1 إلى S2، وبالتالي لاحظوا الكمية انخفضت بمقدار قليل جدا من Q1 إلى Q2، لكن السعر ارتفع من P1 إلى P2 يعني كنسبة وكمساحة. الآن لاحظوا لي أنه كانت الارتفاع أكبر نسبية، يعني من ناحية نسبية الارتفاع بالسعر كان أعلى بكثير من انخفاض بالكمية التوازنية. هنا هذه مرونة الطلب سعرية منخفضة نسبيا، هنا عالية نسبيا. فأرجو الانتباه لهذه الحالة. الآن سنطبق ذلك على شكل منظومة معادلات بسيطة، يعني منظومة طلب وعرض كما يأتي.
نفترض بأننا بأن بوجود طبعا سوري هاي نعتذر عنها بوجود نفترض بوجود منظومة الطلب والعرض الآتي. هذه الآن منظومة الطلب والعرض Q sub D يساوي 100 ناقص 2 P. هذا الآن هو السعر الذي يدفعه المشتري. الآن سأعدل على يعني شكل معادل فقط أني أحط صب ميم هنا ميم بس للمشتري. وهذا الآن منحنى العرض هذا سعر البيع ناقص 20. فإذا هنا منحنى الطلب هو 100 ناقص 2 في سعر المشتري ومنحنى العرض يساوي سعر البائع ناقص 20. عند التوازن كيو دي تساوي كيو اس الكميات المطلوبة تساوي الكميات المعروضة. ف يعني إذا وضعنا الآن 100 ناقص 2 بي هنا على الطرف الأيسر تساوي بي ناقص 20 فيؤدي ذلك إلى أنه بيكون بي ستار. طبعا لما بننقل هذا إلى الطرف الأيمن هنا تصبح موجبة وهذه السالب تصبح موجبة هنا فبطلع 120 تساوي 3 بي. إذا بي ستار اللي هو سعر التوازن يساوي 120 تقسيم 3 يساوي 40. من هذا بتعويض بي ستار يساوي 40 في معادلة الطلب أو العرض بتكون الكمية التوازنية 20 كما هو مبين في هذا الشكل. Q على المحور الأفقي P على المحور العمودي التقى المنحنيان D مع S عند هذه النقطة وبالتالي الآن السعر التوازني 40 والكمية التوازنية 20. هاي اللي هو يعني الطريقة التقليدية التي نصل فيها إلى كمية توازنية هنا وسعر توازني. الآن لنفترض بأن الآن نفترض الآن بأن الحكومة ستفرض ضريبة بمقدار معين بالدينار دولار جنيه درهم ريال مهما كانت هذا القياس لا تبدل المهم المبدأ. فضريبة بمقدار معين بالدينار على كل وحدة يبيعها المنتج ما يعني بأن منظومة الطلب والعرض لابد من تعديلها وقد كانت المنظومة الأولى كما يأتي. الآن أضفت هذه الميم هنا منحنى الطلب Q sub D تساوي 100 ناقص 2 في P sub M هاي مين يعني سعر المشتري P اللي وأسفلها أم هذه مين باللغة العربية هاي سعر المشتري. لم نعدل على المنظومة الأولى التي ذكرتها قبل قليل دعنا أرجع لهذه لكن وضعت حرف مين هنا كي أبين بأنها سعر المشتري. أوكي فهاي الآن Q sub D يساوي 100 ناقص 2 في P لا طبعا سعر المشتري وهنا QS اللي هو منحنى العرض يساوي سعر البائع P sub B. أوكي سعر البائع ناقص 20 بقيت كما هي لكن أضفنا هذين الحرفين حتى فقط نبين أنه هنا المشتري وهنا البائع حيث ترمز ميم إلى المشتري وترمز باء إلى البائع. لنفترض بأن مقدار الضريبة كان 12 دينار على كل وحدة تقوم المنشأة أو المنتج بإنتاجها وبيعها في السوق لابد أن يدفع للحكومة مقابل بيعها 12 دينار على كل وحدة مباعة وبالتالي يكون سعر البيع لأن سعر البيع هذا price للبائع يساوي price للمشتري سعر المشتري مطروح منه 12 الآن لأنه يعني هذا السعر الذي يتلقاه البائع من المشتري لكن بده يخصم منه 12 دينار وهذه 12 دينار تذهب إلى الحكومة على شكل ضرائب. دعنا نكمل. الآن بناء على ذلك تتغير منظومة الطلب والعرض كما من هذه الحالة. الآن تتغير منظومة الطلب والعرض من هذه الحالة Q sub D يساوي 100 ناقص 2 في سعر المشتري و Q sub S اللي هي منحنى العرض يساوي سعر البائع ناقص 20. الآن إلى من نطرح من هنا 12 من هذا تصبح الآن Q sub D تساوي 100 ناقص 2 P يبقى هو كما هو 2 P طبعا لسعر المشتري لكن سعر البائع الآن يتعدل هذا السعر يصبح Q sub S الآن منحنى العرض يساوي P لو سعر المشتري ناقص 12 ناقص 20. فأضفنا فقط هنا طرحنا منها 12. أوكي أي أن الآن Q sub S عندما نحل هذه نفك القوس يكون عندي P sub M اللي هو سعر المشتري ناقص 32 يعني نضيف الآن سالب 12 سالب 20 يساوي سالب 32. عند التوازن الآن هنا تكون الكميات المطلوبة تساوي الكميات المعروضة Q sub D تساوي Q sub S أي أن طبعا هنا أي أن بعتذر عن الأخطاء الطبيعية المستعجل كنت أي أن الآن 100 لاحظوا لي هنا 100 ناقص 2 P للمشتري سعر المشتري يساوي سعر المشتري هنا ناقص 32. الآن نقوم يعني ننقل 32 سالب هاي إلى الطرف الأيسر تصبح موجبة
وننقل هذه السالبة إلى الطرف الأيمن تصبح موجبة، وبالتالي الآن 132 تساوي 3 سعر المشتري بي سعر المشتري، ما يعني بأن الآن سعر المشتري يساوي يعني هذا الذي سيدفع الآن المشتري 432 على 3 يساوي 44، لكن هذا أقل من 32 قبل قليل اللي هو سعر البائع ينخصم منه 44 ناقص 12 اللي هو الضريبة، فيبقى لدى البائع فقط 32 أقل من 40 قبل قليل. الآن نختبر هذه الـ 44 عند جهة يعني في دالة الطلب ودالة العرض الجديدة، فالآن تصبح الكميات التوازنية من ناحية الطلب 12 ومن ناحية العرض 12، ما يعني الآن بأن الحل كان صحيح. وبالتالي الآن لاحظوا لي هناك ثلاثة أسعار: السعر الذي يدفعه البائع، والسعر الذي يتلقى البائع، هنا يدفع عفوا هنا يدفع المشتري، أنا بعتذر، هذا السعر الذي يدفع المشتري، هذا السعر الذي يتلقى البائع، الفرق بيناتهم 12 تذهب إلى الحكومة، وهذا 32 أقل من 40 للسعر التوازني قبل دخول الضريبة إلى الصورة. هنا الآن نمثل ذلك بيانيا، هي كيو كميات مطلوبة معروضة هنا، وهنا بي أسعار كميات مطلوبة معروضة، هذا منحنى الآن الطلب في هذه الحالة، هي منحنى العرض الأول. أوكي، التوازن كان قبل دخول الضريبة كان 20 كمية توازنية و40 سعر توازن. الآن بعدما قامت الحكومة بفرض ضريبة مقدارها 12 دينار على كل وحدة، انتقل منحنى العرض من S1 إلى S2، وبالتالي الآن حدثت نقطة التوازن الجديدة هنا. لاحظوا الآن انخفضت الكميات التوازنية من 20 إلى 12، والسعر الآن الجديد الذي يتلقاه البائع من منحنى العرض الأول 32، لكن المشتري يدفع 44 والفرق يذهب إلى الحكومة. وهنا طبعا في خسارة بيسموها في فائض المستهلك وفائض المنتج اللي هو على شكل ضريبة ذهبت إلى الحكومة، وهناك مثلث بسيط هنا، هذا المثلث ذهب سدى، لم يستفد منه أحد، لا المشتري ولا البائع ولا الحكومة. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، إن شاء الله في مقطع لاحق بإذن الله قريب جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.